نجمة ايناس مكي، بنرحب بيكي، بنقول لك طبعا منوره، بنتبسط لما بنشوفك في اي مكان. ميرسي جدا على ذوقك، وانا كمان ببقى سعيده وانا معاكم. يعني قبل اي حاجه وقبل اتكلم على الحفل، عايز اتكلم على الجمال والشياكه والاحمر والاصفر. ميرسي على ذوقك، انت كده بتحرجني. انا يسعدني طبعا ان اللوك بتاعي يكون عاجبكم. لا، اختياراتي دايما انا طالما انا اللي خارجه احضر حاجه كايناس مكي مش شخصيه في الدراما، اكيد طبعا انا اللي مسؤوله عن اللوك بتاعي. لا، هو التواجد بتاعي النهارده في المسابقه دي او في الايفنت ده سببه الرئيسي انه هو بيدعم فكره السياحه، وانه تحت رعايه وزاره السياحه والاثار. هو ده السبب الرئيسي. لما بيبقى في ايفنت يخص بلدي ويخص انه يعمل حاله من حالات التسويق او التوجه لمصر، هتلاقيني موجود. يعني دايما بتبقى موجودة على الشاشة وفي الايفنتات اللي زي دي، بنبقى فرحانين زي ما قلت لحضرتك، لكن عايزين برضو نعرف قلة الظهور عبر الشاشات سواء برامج او افلام مسلسلات زي ما تعودنا. لا خالص، صدقني هي المراحل اللي فاتت زي ما حصل عند الناس كلها، قدامك حاجة من الاتنين، يا هتمشي مع اللاين اللي حاصل من غير ما تركز انت بتقدم ايه، يا اما هتحافظ على اللي انت قدمته قبل كده للجمهور وهتنتقي من اللي بيتعرض عليك، ايه اللي عاجبك تظهر فيه وايه اللي مش عاجبك. في جديد الفتره الجايه عايزين نعرف؟ ان شاء الله. صعب اقول لانه فعلا المفروض ان احنا ما نتكلمش عنه لغايه ما هيبقى في كذا حاجه. في كذا حاجه، وفي حاجه انا خلصت تصويرها خلاص وقريب باذن الله هتنزل. بعض الشائعات بتطلع على الفنانين الفتره الاخيره، كان منهم الفنان زعيم عادل امام. بتشوف الموضوع ده ازاي؟ بيمس الفنانين ازاي؟ بتشوف الموضوع ده الناس كتير بتقول ده قله ادب، بتشوف الموضوع ده ازاي بشكل عام كفنان؟ بص، هو امر واقع انك انت لو انك حد مشهور يبقى شيء طبيعي انك هتبقى ماتيريال لشائعات. خلاص، طبعا دي حاجة سخيفة جدا وحاجة بتضايق الفنان. مهما كنت بتحترم نفسك، بتحترم المجتمع بتاعك، بتحترم جمهورك، برضو هيطلع عليك إشاعات، حاجة بتضايق، ولكن هي جزء أو نوع من أنواع الضرائب اللي على الشخص المشهور أنه يتحملها لغاية ليميت معين. يعني ما أنت عندك ممكن إشاعة، ممكن ألاقي أنها عدت مرحلة الإشاعة وبقت بسخافة موجودة مثلا على السوشيال ميديا، لا، من حقي ساعتها ان انا اصعد الموضوع بقى للقضاء، يعني الى محضر وقضاء. في ناس للأسف بتضطر انك توقفها عند حدودها، انما طول ما هي اشاعات في الحدود فخلاص اوكي. تعرضت قريب لحاجة زي كده ووصلت معاك الموضوع القضاء؟ ده طول حياتنا، يعني ده العادي. يعني في حاجات ممكن تعديها وفي حاجات لا، الحد هنا الموضوع محتاج توجه فعلا الى محاضر. حضرتك بتقول كذا، طب تعالى، عشان كده انت كده بتمس سمعة حد او بتمس مكانة حد. ففي طبعا، وتعرضت لده، وفي للأسف في ناس يعني تعمل عليها احكام. زي ما كل حاجة دلوقتي اتغيرت، التطاول اللي هو بيئة المدرسة، التربية، المعاهد، يعني ايه اللي وصلنا للموضوع ده؟ السوشيال ميديا، شوفي ايه اللي كل اللي انت قلته على فكرة، التربية، المدارس، اهتمام الأسرة في البيت. أصلا دلوقتي الناس كلها غصبا عنها، الأب والأم بيجروا بيخلفوا، بس بيجروا في الشغل 24 ساعة، فما عندهمش تايم انهم يركزوا مع الأولاد. سوشيال ميديا طبعا، في حاجات كتيرة جدا. عامة انت نورتيني وبشكرك ومبسوط اني شفتك النهارده. ميرسي جدا وشكرا على هذا اللقاء. ميرسي.